السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي بعد النهاردة ان شاء الله مع الاختبار الثالث في التفاضل والتكامل من نماذج الكتاب المدرسي. اولا اجب عن السؤال الاتي. رقم واحد يا أولياء شباب، بيقول في كل من العبارات التالية اختر الحرف ألف إذا كانت العبارة صحيحة والحرف باء إذا كانت العبارة خطأ. رقم واحد، القيمة العظمى المحلية للدالة أكبر من القيمة الصغرى المحلية، دي خطأ. لازم تكون القيمة العظمى المطلقة للدالة أكبر من القيمة الصغرى المطلقة للدالة، تمام؟ يبقى احنا هناخد رقم واحد، الإجابة بتاعتنا هتكون باء. هنعلم على ايه؟ على باء. طب ليه يا شباب ما تنفعش عظمى محلية تكون اكبر من صغرى محلية؟ لان احيانا الدالة ما يكونش ليها يعني عظمى محلية ويكون ليها صغرى محلية، تمام؟ والعكس ممكن يكون ليها صغرى محلية ويكون ليها او ما يكونش ليها عظمى محلية، ما هو الشرط يعني. لكن بالنسبة للعظمى المطلقة والصغرى المطلقة لازم تكون موجودة، اللي انت بتبحثها على فترة، بتبحث القيمة العظمى المطلقة والصغرى المطلقة على فترة، تمام؟ يبقى ممكن الدالة يكون لها صغرى محلية لكن ملهاش عظمى محلية، ممكن يكون لها عظمى محلية لكن ملهاش صغرى محلية. لكن لما تيجي تبحث على فترة لازم تكون في قيمة عظمى مطلقة وقيمة صغرى مطلقة، فهمنا؟ يبقى التصحيح بتاعنا هنصحح كلمة المحلية دي ونخليها عظمى مطلقة. القيمة العظمى المطلقة للدالة أكبر من القيمة الصغرى المطلقة لها، ماشي؟ يبقى القيمة العظمى الايه؟ ها؟ المطلقة. كلمة المحلية دي نغيرها للمطلقة، فهمنا يا شباب؟ يبقى أول واحد رقم باء، لأن مش شرط تكون فيه عظمى محلية وفي نفس الوقت تكون صغرى محلية والعكس. طيب رقم اتنين، بيقول لي معدل تغير جذر تربيعي لنون تربيع زائد تلاتة بالنسبة إلى نون على نون زائد واحد هو نون في نون زائد اتنين الكل تربيع على الجذر التربيعي لنون تربيع زائد تلاتة، صح ولا غلط؟ تعالوا ندرس يا اولاد مشتقة الاولى بالنسبة للمشتقة التانية. يعني هنقسم الاول على التاني. لو فرضنا مثلا ان الاول اسمه صاد، الدالة الاولى اللي هي الجذر التربيعي لنون تربيع زائد تلاتة، والدالة التانية اللي هي اسمها عين اللي هي بتساوي نون على نون زائد واحد، فاحنا نشتق صاد بالنسبة لعين ونشوف الناتج لو طلع زي ما هو كاتبه بالظبط يبقى اجابته صح، تمام؟ تعالوا كده نجيب دال صاد على دال نون، لأن الصاد هنا متغير في نون، فنشتق صاد بالنسبة للنون، دي دالة جذرية. مشتقة الدالة الجذرية يا شباب بنقول اتنين في الجذر التربيعي لنون تربيع زائد تلاتة، يعني اتنين في الدالة نفسها على مشتقة ما تحت ايه الجذر بالنسبة للنون، هتبقى اتنين نون، تمام؟ نختصر الاتنين مع الاتنين فيديني نون على الجذر التربيعي لنون تربيع زائد تلاتة. خلاص انت جبت دال صاد على دال نون اهو. تعالى بقى هات عين، دال عين على دال نون، دي دالة كسرية يا شباب. يبقى المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط مشتقة النون بالنسبة للنون بواحد، ناقص البسط في مشتقة المقام. احنا قلنا المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط، ناقص البسط في مشتقة المقام. مشتقة المقام اللي عندي ده بواحد اهو، هنفك المقدار يبقى نون هتروح مع سالب نون، ويتبقى عندك واحد على نون زائد واحد الكل تربيع. تعال بقى هات لي دالة صاد على دالة عين، ليها قاعدة السلسلة يا شباب. نقول دال صاد ونجيب هنا دال عين ونحط المتغير نون في النص كده، تمام؟ تعال هات لي دال صاد على دال نون، موجودة اهي، نون على الجذر التربيعي لنون تربيع زائد تلاتة في مقلوب الدالة التانية، لأن أنت عندك هنا دال عين على دال نون وأنت دايس دال نون على دال عين، يبقى هتقلب الكسر ده، فيبقى عندك نون زائد واحد تربيع على واحد. تعال بقى اضرب بسط في بسط ومقام في مقام وشوف الناتج زي ما هو كاتبه ولا لأ، فيطلع عندك الناتج نون في نون زائد واحد كل تربيع على الجذر التربيعي لنون تربيع زائد تلاتة. فعلا الإجابة زي ما هو كاتبها بالظبط في الاختيارات، هيبقى رقم هنختار يعني ألف يا أولاد لرقم اتنين، يعني العلامة هنا صح والأولى كانت خطأ، ماشي؟ فهمنا الفكرة؟ يبقى أنت بتشتق دالة بالنسبة للدالة ممكن تقول له مشتقة الأولى على مشتقة التانية على طول،
يعني الشق الاولى بالنسبه للنون والثانيه بالنسبه للنون وتقسمهم على بعض او تعمل قاعده السلسله اللي احنا اشتغلنا بيها يا شباب. فهمنا كده؟ دي كانت رقم 2. تعالوا نشوف رقم 3. اذا كان الجذر التربيعي لصاد ناقص الجذر التربيعي س بيساوي 2 فوجد المشتقه الثانيه صاد، او فان المشتقه الثانيه صاد بتساوي سالب 1 على س في جذر س. دي نفس الفكره يا شباب، هنجيب مشتقه اولى ومشتقه ثانيه ونشوف المشتقه الثانيه تطلع زي ما هو كاتبها ولا لا. رقم 3 عند الدالة جذر ص ناقص جذر س بتساوي 2. ما تجيش تشتق بقى على طول الدالة، لا يعني انت الاول ظبط مسألتك ازاي يعني تخلص من الجذر، ربع مثلا الطرفين ماشي. طيب ممكن تودي سالب جذر س الناحية التانية الاول عشان تعدل المسألة كده وتجيب الصاد في طرف، يعني جذر ص بتساوي 2 زائد جذر س عشان تسهلها على نفسك كده تقول له بالتربيع. هنربع الطرفين، فهنا الجذر الصاد لما نربع الطرفين الجذر هنتخلص منه ماشي يا شباب. يبقى هنا تربعها صاد اهي، وهنا لما نربع التانية عندنا مقدار ذو حدين هنربعه ونقول الأول تربيع وبعدين التاني تربيع، الأول تربيع اهو والتاني تربيع اهو، واللي في النص الأول في التاني في اتنين، فيبقى أربعة جذر س. تمام، يبقى أنت عندك صاد بتساوي 4 زائد 4 جذر س زائد س. تقدر بقى تشتق الدالة بتاعتك، تجيب دال ص على دال س، وبعد ما تشتق المشتقة الأولى تشتق مشتقة تانية. تمام، تعال نجيب المشتقة بتاعتنا اللي هي دال ص على دال س مشتقة الأربعة بصفر، وهنا 4 جذر س دي جذر يا ولاد أهو، يعني دي مثلا تعال نعدلها فوق كده، 4 زائد 4 في س أس نص زائد س، تسهلها على نفسك تحولها دالة أسية ماشي. يبقى مشتقة الأربعة بصفر، وهنا 4 هتنزل في مشتقة س أس نص، الأس بينزل وبطرح منه 1 ماشي، أطرح من نص 1 يعني يا ولاد، يعني نص ناقص 1 هتبقى بسالب نص، شايفين كده واضح، ومشتقة الس ب1. تمام كده، يعني د ص على د س هتساوي 4 في نص يا ب2، وس أس سالب نص تنزل زي ما هي زائد 1. دي المشتقة الأولى، تعالى بقى هات المشتقة التانية اللي هو عايز تقول له د ص على د س، هنا المشتقة التانية بتساوي نفس الفكرة، الأس هينزل ويتضرب في المعامل وبعدين أطرح منه 1 تبقى سالب نص ناقص 1، ومشتقة الواحد بصفر، يعني المشتقة التانية هتساوي النص هتروح مع الاتنين يعني تبقى سالب 1، س مضروبة في س أس سالب نص وسالب 1 اللي هي سالب 3 على 2، يعني نسيب السالب زي ما هي، وهنا س أس سالب 3 على 2 تنزل في المقام بس أس 3 على 2، هنحولها لدالة كسرية تحت، دالة جذرية. هنا س أس 3 على 2 الرقم الاتنين ده بيجي هنا على الجذر ماشي، والتلاتة بتفضل زي ما هي فوق السين. تمام، يبقى ده الناتج بتاعنا سالب الجذر التكعيبي، سالب 1 على الجذر التكعيبي س. طيب هو في الاختيارات او الناتج اللي هو جايبه هو مبسطه، مبسطه ازاي يا شباب؟ هنا ناخد بالنا ان الجذر التكعيبي لس اس 3 ده عباره عن الجذر التربيعي، طبعا احنا ممكن نوزع الجذر التربيعي، يعني لما تفك س اس 3 دي لس اس 2 وس اس 1 انت ممكن توزع الجذر، فالجذر التربيعي لس تربيع بيطلع بس، يعني محدش يستعجل يقول لك الاجابه دي خطا، لا بسطها كمان، السين تكعيب دي بسطها خليها س أس 2 في س، وهات جذر الأولى وفي جذر التانية، جذر الأولى دي يطلع بس وجذر التانية زي إيه؟ زي ما هو، ففعلا الإجابة هتبقى مظبوطة، يعني هنا صح الحل صح يا شباب ماشي. يبقى هناخد علامة ألف، نعلم على رقم ألف ماشي، نعلم على الحرف ألف يا ولاد في السؤال التالت. تمام، يبقى السؤال 1 اخترنا باء، والسؤال التاني اخترنا ألف صح، والسؤال التالت اخترنا ألف صح. تعالوا بقى نشوف المسألة اللي هي رقم 4، بيقول لي تكامل الدالة س ناقص 4 على س ناقص 2 كله 6 دالة س، يعني لما نجيب تكامل الدالة بالنسبة لس هل هيطلع 7 في س ناقص 4 كله 2 على 2 في س ناقص 2 كله 7 زائد ثابت ولا لأ؟ تعالوا كده نشتغل في المسألة ونحلها مع بعض. طبعا يا شباب هنحل المسألة عادي خالص ونشوف الناتج هيطلع زي ما هو طالبه ولا لا. احنا عايزين نجيب تكامل، ركزوا معايا، تكامل س ناقص 4 مقسومة على س ناقص 2 كل أس 6 بالنسبة لدالة س. تمام، تعال نحولها الأول كده، حصل ضرب دالتين يعني المقام ده نطلعه فوق من غير إشارة الأس، فيبقى تكامل س ناقص 4 في س ناقص 2 كل أس 6 دالة س.
طيب يا شباب، ينفع نضرب دول ولا لا؟ طبعا ما ينفعش، لان الاساس مش زي الاساس. طب ممكن نخلي الاساس زي الاساس يا اولاد، يعني السين ناقص 4 ده اهي، نخليها سين ناقص 2 وسين ناقص 2، هتبقى شكلها ونوزع. لكن ما ينفعش يعني نكامل كده، لان هنا ما فيش داله في مشتقتها. لو كانت داله في مشتقتها كنا زودنا واحد على الاس في الداله الاصليه وقسمنا على الاس الجديد، لكن السين دي مشتقتها بواحد ماهيش دي، فالدالتين عكس بعض. فتحاول تصفي مسالتك ازاي؟ تفك الاربعه ده اهي، تخليها 2 و2 بس سالب، يعني س ناقص 2 ناقص 2 اهو، في س ناقص 2 كل اس سالب 6 د س. تعالوا نبسطها اكتر يا شباب، يعني هم واخدين الس ناقص 2 دي جوه قوس كده، وبعدين ناقص 2 اهي تانية، كل ده جوه قوس كده. يعني انت عندك ايه، دالتين فصلتهم عن بعض. يعني ليه كده يا استاذ؟ عشان نوزع. يعني تقوم ضارب بقى الس ناقص 2 كل اس سالب 6 ده اهي، مره في المقدار الاول ومره في المقدار التاني، تضربه هنا وتضربه هنا، هيبقى عندك بقى ايه، مقدارين. ماشي، تعالوا كده نصفيها مع بعض بهدوء خالص وركزوا. هنا بما تضرب س ناقص 2 في س ناقص 2 اس سالب 6، في حاله الضرب بنجمع الاسس، فتبقى س ناقص 2 كل اس سالب 5، لان دي اس واحد وهنا سالب 6، وفي حاله الضرب هنجمعهم تبقى سالب 5. تمام، تعالى بقى عند سالب 2 دي، اضربها في الايه، في المقدار، فتبقى سالب 2 في س ناقص 2 كل اس سالب 6 د س. ماشي، تعالى بقى كامل يعني الدالة ده، وزع التكامل بتاعك على الدالتين. يعني خد الدالة الأولى كده، س ناقص 2 كل أس سالب 5 دالة س، وهنا ناقص 2، سيبها بره كده وقول له س ناقص 2 كل أس سالب 6 دالة س. تعالى بقى كامل. بنكمل ازاي يا ولاد؟ بنيجي عند الدالة بتاعتنا، نزود واحد على الأس ونقسم على الأس ايه الجديد، مفهوم كده يا شباب؟ نزود واحد على الأس ونقسم على الأس ايه الجديد، فاهمين؟ يلا نكمل كده مع بعض. الدالة ده يبقى س ناقص 2 لما نزود عليها واحد تبقى سالب ايه 4، ونقسم على الأس الجديد اللي هو ايه سالب 4. ماشي، طبعا مشتقة الدالة اللي عندك س بواحد، واحد تحت في المقام في سالب 4 في سالب 4. يعني انت بعد ما تزود واحد على الأس وتقسم على الأس الجديد، بتقسم على مشتقة ايه المقدار اللي عندك ده، في مشتقته واحد، فمش ايه ملوش لازمة، وأربعة في واحد بواحد يعني أهي، عشان يبقوا ايه فاهمين. طيب هنا ناقص 2 في الدالة اللي عندي دي س ناقص 2، هزود على الأس واحد تبقى سالب 5، وأقسم على الأس ايه الجديد، مفهوم كده يا شباب؟ مشتقة الدالة اللي هنا برضو بإيه بواحد. طيب كل ده زائد ايه يا ولاد؟ زائد ثابت. هو بيقول لي في الاختيارات الناتج طالع بسبعة في س ناقص 4 كل أس 2 على 2 في س ناقص 3 كل 7. لاحظ إن احنا هنصفي المسألة، هنبسطها يعني. يعني هنا هيبقى الناتج بكام يا ولاد؟ يعني ممكن إن احنا نسيب السالب زي ما هي كده، ونقوم قايلين الأربعة زي ما هي تحت، وهنا يبقى واحد، يعني الأس ده ينزل تحت يا ولاد، شايفين؟ لأن احنا في حالة التوزيع لما جينا وزعنا قلنا هنا س ناقص 2 أس 1 في س ناقص 2 أس سالب 6 سالب 5 وسالب إيه؟ 6 دي في الضرب، فاهمين؟ لأن أصلا كانت الستة فين؟ في المقام، فلما تيجي تطلع فوق بتبقى بسالب، ماشي كده؟ فالمسألة كلها يعني مش هيبقى شكل زي ما هو اللي كاتبها خالص، يعني إيه؟ حتى هنا 2 وهنا 2، يعني مفيش 4 ظهرت معانا خالص في الإيه في الاختيارات، فبالتالي الإجابة هتبقى خطأ، يعني اختار رقم باء. تعالوا بس نكملها الأول كده، الأربعة اهيت، وهنا س ناقص 2 كل 4 أس 4 ناقص سالب في سالب بموجب اهي يا ولاد، وهنا الاتنين تيجي فوق والخمسة تحت في المقام، وعندك س ناقص 2 كل أس سالب 5 تنزل تحت، يبقى س ناقص 2 كل أس 5 زائد ايه الثابت. يبقى احنا هنا هناخد رقم ايه، رقم ب الخطأ يعني، ماشي، لأن يعني الحل ايه اللي هو عامله خطأ. خلاص كده، دي فكرة حل المسألة. استخدمنا يا ولاد فكرة التوزيع بتاعتنا، طلعنا س ناقص 2 أس 6 فوق بإشارة سالبة وحليناها. تمام، نشوف المسألة اللي بعدها رقم 6. من رقم 5، احنا في رقم 5 ماشي. السؤال رقم 5، اذا كانت ص بتساوي س لوغاريتم س للاساس هاء ناقص س، عايز يجيب د ص على د س المشتقة، عايز يشوف هل هي موجودة ولا لا، يعني نفس الناتج اللي هيطلع اللي هو لوغاريتم س للاساس هاء ولا. فانت اشتقها عادي، هنا المشتق اتصاد شرطة س في لوغاريتم س للأساس هاء، دي حاصل ضرب دالتين، بتقول الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، يبقى الأول بتاعك اللي هو س، مشتقة اللوغاريتم بتعملها ازاي؟ ها
تشد كسر كده وتقوم جايب سين في المقام ومشتقة السين بإيه؟ واحد. ماشي، يبقى مشتقة الدالة على نفس الدالة ناقص السين مشتقتها بكام؟ مشتقتها بواحد. تعالوا نكمل كده، الأول في مشتقة التاني زائد التاني، في مشتقة الأول اللي هو بواحد، بعد كده سالب السين مشتقتها بإيه؟ واحد. فاهمين؟ أقولها تاني، الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، السين هتروح مع السين هتبقى ستار شرطة بتساوي واحد، وهنا زائد لوغاريتم سين الأساس هاء ناقص واحد، الواحد هتروح مع السالب واحد فتبقى ستار شرطة تساوي لوغاريتم سين الأساس هاء، والإجابة بتاعتنا تبقى صح. يبقى احنا جبت د ص على د س بطلعت لوغاريتم س الأساس هاء، يبقى نعمل إيه؟ صح، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ألف. فاهمين كده؟ طيب السؤال اللي بعده رقم ستة، يقول إذا كانت ألف ودالة ألف نقطة انقلاب لمنحنى الدالة المتصلة د، فإن د شرطتين ألف بتساوي صفر، صح ولا غلط؟ ركزوا معايا كده في رقم ستة يا شباب، رقم ستة الشرط اللي هو كاتبه صح ولكن الشرط ناقص. لما بتيجي تبحث نقطة الانقلاب اللي عندك، يعني مش شرط إن تبقى دايرة شرطتين ألف بتساوي صفر بس، ده لازم كمان تكون الدالة متصلة، وهو قال لي فعلا يا أستاذ الدالة متصلة، لكن في شرط ناقص كمان، لازم تجيب النقط اللي بتصفر الدالة وكمان تجيب النقط اللي بتخلي الدالة غير موجودة. فاهمين؟ فلازم تجيب دال شرطتين ألف اللي بتخلي الدالة غير موجودة. فهو جاب لك شرطين هنا في المسألة، قال لك إن الشرط الأولاني إن دال شرطتين ألف بصفر، تمام، وقال لك إن الدالة متصلة. طب هل جاب الشرط التالت؟ لا، ما جابش الشرط التالت، فالإجابة بتاعتنا تبقى رقم ب. يعني ما نستعجلش يا أولاد، لازم يجيب الإجابة إيه؟ كاملة. فاهمين؟ يبقى إذا كانت ألف ودالة ألف نقطة انقلاب لمنحنى الدالة المتصلة دال، فإن دال شرطتين ألف بتساوي صفر، ديت جزء من الإجابة ولكن ليس كل الإجابة، لازم تكون الدالة متصلة وتكون الدالة غير موجودة، أو نبحث النقط اللي هي تكون الدالة عندها غير موجودة وتخلي الدالة غير معرفة. يعني أنت لما كنت بتجيب المشتقة التانية كنت بتشوف أو بتقابلك مسائل فيها جذور، المسائل هي الجذور والقصور، بيقابلك في نقط غير معرفة عندها، فانت بتشوف النقط اللي بتخلي الدالة بتصفرها وتشوف كمان النقط اللي بتخلي الدالة غير معرفة، تمام، عشان تبحث عندها نقط الانقلاب والتحدب لأعلى ولأسفل، وترسم بقى الخط بتاعك وتشوف المنحنى. فاهمين؟ فمش الشرطين دول بس، لا، لازم التلات شروط مع بعض. خلاص، نشوف السؤال اللي بعده. ثانيا أجب عن ثلاثة أسئلة فقط فيما يلي، عايزين تكامل 7 س تكعيب على 2 ناقص 5 س أس 4 دالة س. نشوف السؤال التاني ألف، ركزوا يا شباب، هو عايز تكامل 7 س تكعيب على 2 ناقص 5 س أس 4. طيب احنا عندنا يا ولاد قاعدة بتقولي لو البسط مشتقة المقام بنعمل لوغاريتم، لوغاريتم معيار المقام اللي عندي، تمام؟ طيب هل البسط ده مشتقة المقام؟ لا. طب مشتقة المقام بإيه يا أستاذ؟ بسالب 20 س تكعيب، يعني أنت لازم البسط ده يبقى 20 س تكعيب بالسالب، فتعمل إيه؟ فتطلع السبعة بره. خلاص كده؟ طلعنا السبعة بره أهو بهدوء خالص وأنت بتحل. بعد ما طلعت السبعة بره، أنت عايز دي اللي فوق يبقى مشتقة اللي تحت، مشتقة اللي تحت في الهامش أهو، هتنزل أس اللي عندك تطرح منه واحد تبقى سالب 20 س تكعيب، فانت عايز اللي فوق يبقى سالب 20 س تكعيب، تعمل ايه؟ هتقوم كاتب هنا سالب 20 س تكعيب وتقوم قاسم على سالب 20، يبقى انت ضربت، انت ما خرجت السبعه، اتفضل عندك س تكعيب اهو، انت عايزها تبقى سالب 20 تتضرب فيها، تقوم كاتب هنا سالب 20 وهنا قاسم على ايه؟ على سالب 20. فاهمين كده؟ فاصبح اللي فوق مشتقه اللي تحت، وده ثابت معانا في المساله، يبقى اما تيجي تكامل بقى هتقوم منزل الثابت عندك. هنا التكامل بتاعك بتعمله ازاي؟ بتقول اللوغاريتم، طالما البسط مشتقة المقام يبقى لوغاريتم هاء معيار المقام زائد الثابت، وكده خلصنا السؤال. فهمنا؟ يبقى فكرة الحل لو البسط مشتقة المقام بيبقى لوغاريتم معيار المقام، فلازم تخلي البسط مشتقة المقام اللي عندك، تمام. السؤال اللي بعده ألف، دي رقم واحد، هنحل رقم اتنين تحتها، بيقول لي هات لي تكامل الدالة 3 هاء أس سالب 5 س زائد باي على س، خد بالك الباي ده ثابت، دالة س.
نقدر يا شباب ان احنا نوزع التكامل بتاعنا عادي خالص على الدالة الاولى والدالة التانية، يبقى تكامل 3 هاء اس سالب 5 س دالة س، ماشي، زائد تكامل الدالة التانية اللي هي باي على س، زي ما قلنا باي دي ثابت يا ولاد، دالة س. هنا لما نيجي نكمل يا ولاد التلاتة ثابتة ملهاش دعوة بأي حاجة، الدالة هاء أس سالب 5 س عشان نكملها بنسيب الدالة زي ما هي على مشتقة أسها، تمام، على مشتقة الأس، يبقى الدالة زي ما هي على مشتقة الأس اللي فوق اللي هو سالب 5، فهمت؟ الدالة التانية بقى الباي ثابت، طب لما الباي يا أستاذ نسيبها ثابت بره ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي بقى واحد على س، فواحد على س دي البسط مشتقة المقام، يعني الباي ثابت اهي يا أستاذ اهي، لما طلعنا الباي بره بقت واحد على س، يعني هتقول لوغاريتم هاء المعيار الس، ليه؟ لان الواحد على س دي البسط مشتقة المقام، وطالما البسط مشتقة المقام يبقى دي دالة لوغاريتمية للأساس ه، تمام كده. احنا كده خلصنا السؤال رقم 2، فهمنا كده. طيب رقم ب في السؤال التاني، نحلينا السؤال ألف واحد واتنين اهو يا شباب، وده الوقت ايه رقم ب معايا كده، احنا في ثانيا يا شباب في السؤال اللي هو اولا رقم ب، بيقول لي اذا كانت ص بتساوي، اكتبوا معايا يا شباب، ص بتساوي الف في هاء اس س تربيع زائد واحد، عايزين نثبت ان المشتقة التانية او دي المشتقة التالتة، المشتقة التالتة لص بتساوي اربعة س في ص مضروبة في تلاتة زائد اتنين س تربيع، فاحنا نجيب المشتقة الأولى والتانية والتالتة ونحلها. نشتق كده مع بعض، استشرطة الألف ثابت، ه أس س تربيع زائد واحد مشتقتها زي ما هي في مشتقة الأس بتاعها، الأس بتاعها يبقى اتنين س، والواحد مشتقته بصفر أهو، يعني ص شرطة هتساوي اتنين ألف س في ه أس س تربيع زائد واحد. تعال نجيب بقى المشتقة التانية، ده عبارة عن حاصل ضرب دالتين، ادي الدالة الأولى وادي الدالة التانية، يعني نقول الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، ماشي، دي كانت س تربيع ناقص واحد يا شباب، ماشي، يعني الأرقام مش واضحة قوي. طيب هي س ايه؟ ناقص واحد ولا زائد واحد؟ هي زائد واحد مظبوطة، وضحناها أكتر أهو كده، إيه زائد واحد مظبوطة يا شباب، ماشي نكمل بقى. يبقى تاني الدالة بتساوي أ في هاء أس س تربيع زائد الواحد، الألف ثابت عندي، مشتقة هاء أس س تربيع زائد واحد بالدالة زي ما هي، بعد مشتقة الأس يبقى اتنين س، بقت اتنين س في أ في هاء أس س تربيع زائد واحد، حاصل ضرب دالتين، بقوله الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، يبقى الأول اللي عندي اللي هو اتنين أ س في مشتقة التاني اللي هو هاء س تربيع زائد واحد، ومشتقة الأس باتنين س، زائد التاني، التاني اللي عندي يا شباب اللي هو هاء أس س تربيع زائد واحد في مشتقة الأول، مشتقة اتنين أ س دي مشتقتها باتنين أ لأن ده معامل للس، خلاص كده. طيب تعالوا بقى نعد المسألة، أو يعني إيه نحاول نبسطها أكتر، فيبقى اتنين في اتنين بأربعة، أ في س في هاء أس س تربيع زائد واحد زائد اتنين ألف في هاء أس س تربيع زائد واحد. أنت عندك المشتقة التانية أهي جبتها، ما تجيبش بقى تعمل مشتقة تالتة، يعني حاول تبسط مسألتك الأول، ممكن تاخد من هنا عامل مشترك، لأن هنا هاء أس س تربيع زائد واحد متكررة، وعند الألف متكررة، وهنا الأربعة، وهنا إيه الاتنين، طبعا ما ينفعش نجمعهم لأنهم مش متشابهين أصلا، ولكن أقدر آخد عامل مشترك، تمام؟ حاول بسط مسألتك قبل ما تعمل مشتقة تالتة وتلخبط نفسك، لا بسط مسألتك الأول، يعني خد عامل مشترك من هنا اتنين والألف وهاء أس س تربيع زائد الواحد، فيتفضل من الأول هنا اتنين، المقدار ده كله متقسم هنا يبقى اتنين وجنبها س، وده كله طلع بره فيتبقى واحد، بقت بسيطة، يبقى تحصل ضرب دالتين. فلما تيجي تشتغل بقى المشتقة بتاعتك تقول الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، لاحظ هنا احنا س في س بس تربيع كمان، يبقى اتنين في اتنين بأربعة، وهنا ألف وس في س بس تربيع، ماشي، وهنا يعني هيتفضل س تربيع، يعني اتنين س تربيع زائد ايه زائد واحد، خلاص يا شباب ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنحل. هقول تاني اتنين في اتنين بأربعة، وهنا الألف وس في س بس تربيع،
في هاء أس س تربيع زائد واحد زائد اتنين ألف هاء أس س تربيع زائد واحد. لما نيجي ناخد عامل مشترك ناخد الاتنين، وعند الألف والهاء أس س تربيع زائد واحد بره، فيبقى من هنا اتنين س تربيع. لما نقسم المقدار ده على المعامل اتنين س تربيع، وده كله طلع بقى واحد. بقت حاصل ضرب دالتين، نجيب المشتقة التالتة. هنقول الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، ماشي كده. الأول أهو اللي هو اتنين ألف هاء أس س تربيع زائد واحد، مشتقة التاني مشتقة الدالة دي يعني بأربعة سين، لأن الأس هينزل واطرح منه واحد أهو، زائد التاني اللي هو اتنين س تربيع زائد واحد في مشتقة الأول ده. مشتقة الأول ده ده حاصل ضرب دالتين، بس ده ثابت يا ولاد، يعني اتنين ألف ثابتة أهي. يبقى انت هتسيب الاتنين ألف وتشتق الدالة دي، يبقى اهي أس س تربيع زائد واحد اهي في مشتقة الأس بتاعك اللي هو اتنين س. كده يا شباب، تاني المشتقة التالتة حاصل ضرب دالتين اللي فوق، الأول في مشتقة التاني زائد التاني ده اهو في مشتقة الأول. اتنين ألف كانت ثابتة، وهاء أس س تربيع زائد واحد اشتقناها، سيبنا الدالة زي ما هي ونزلنا من الأس ايه، يعني اشتقنا بتاع الأس بقى مشتقة الأس اتنين س. تعال نصفيها أكتر كده، ركزوا معايا. تلات شرط أهي، نضرب اتنين في أربعة بتمانية، وهنا ألف وهنا السين موجودة، اتنين في أربعة بتمانية وهنا السين موجودة أهي، هاء أس س تربيع زائد واحد زائد اتنين في اتنين بأربعة، ألف في س وهنا في اتنين س تربيع زائد الواحد، فيها أس س تربيع زائد ايه؟ زائد واحد. حاول نركز كده اكتر برضو. نقدر ناخد عامل مشترك يا شباب، مين العامل المشترك نقدر ناخده هنا؟ عند برضو الهاء أس س تربيع زائد واحد نقدر ناخد عامل مشترك، تمام. وعندنا التمانية تقبل قسمة على أربعة والألف، تعالوا كده ناخدها واحدة واحدة أهو. عند الألف عامل مشترك، تمانية على أربعة تنفع، يعني ناخد أربعة عامل مشترك. وعندي السين أقدر أخدها عامل مشترك، وعندي ايه تاني يا ولاد؟ الهاء بقى، الهاء دي كلها أس س تربيع زائد واحد، نفتح قوس. لما نقسم الحد ده كله على ده يبقى اتنين، والحد ده كله على ده بواحد، بس هنا اتنين ايه؟ لاحظ ان فيه س معانا، المقدار التاني هيتبقى منه قوس ده اللي هو اتنين س تربيع زائد ايه؟ واحد. خلاص مسألة يا ولاد عايزة تركيز، ماشي. طيب تعالوا كده نصفها أكتر، يعني اتنين واحد تبقى تلاتة زائد اتنين س تربيع، وهنا أربعة ألف س ه أس س تربيع زائد ايه؟ واحد. طيب حاول كده اوصل اللي هو عايزه، يعني هو عايز يثبت المشتقة التالتة، بيقول لي أربعة س ص. يعني ايه الغريب هنا يا ولاد؟ ده لو قارنته باللي هو طالبه هتلاحظ ان في صاد موجودة. طب الصاد تيجي ازاي؟ الصاد اللي هي الدالة الأصلية. طب الدالة الأصلية كانت اسمها ايه؟ صاد بتساوي ألف في هاء أس س تربيع زائد واحد. تقدر توفر الكلام ده تحت، احنا عارفين ان الصاد بتساوي ألف في هاء أس س تربيع زائد واحد. طب ما هو موجود اهو، الألف وهاء س تربيع زائد واحد موجودة، يعني تشيل الألف ده ها والهاء ده تحط مكانهم صاد. خلاص كده، خلاص كده المسألة خلصت اهي. يبقى المشتقة التالتة هتقول له أربعة، تشيل بقى دول تحط مكانهم صاد، وعندك سين أهي، سين صاد في تلاتة زائد اتنين سين تربيع. وبكده أنت تكون خلصت المسألة وطلعتها مظبوطة، لأن ده الإجابة إيه اللي عايز تثبتها، فهمت؟ لأن أنت عايز تثبت إن المشتقة التالتة بأربعة سين صاد في تلاتة زائد اتنين سين تربيع، كده الإثبات بتاعك. يبقى فكرة الحل ما يعني أول ما تلاقي عامل مشترك خده، يعني أنت هنا في المشتقة التانية ما تصعبهاش على نفسك بقى وتقعد تشتق مشتقة تالتة هتتوه في المسألة، خد عامل مشترك. وبعد ما تشتق مشتقة تالتة خد برضو عامل مشترك، المشتقة التالتة أخدنا عامل مشترك هنا. وحاول بقى بسط المسألة أبسط صورة وتركز عشان لو في إشارة ضايعة ولا حاجة، ماشي. يعني أنت عندك السين في السين تاخد بالك منها اللي هي سين تربيع، وهنا لما جيت تاخد عامل مشترك اتبقى القوس ده هنا، وبعدين جمعت اتنين واحد تلاتة وطلعت إيه المسألة مظبوطة، تمام. تعالوا نشوف السؤال التالت، بيقول لي أوجد تكامل الدالة زتا س في قطع تكعيب س دالة س. أولى تاني يا شباب، تكامل الزتا س قطع تكعيب س دالة س. احنا عندنا هنا يا اولاد ممكن نخليها دالة في مشتقتها، تمام. يعني انت عندك مشتقة القطع بسالب قطع زتا، مشتقة القطع يا شباب بسالب قطع زتا، ماشي. ف
فانت هتجيب القطعة تكعيب س الاول في ذات س، وتاخد واحده من القطعة تكعيب س دي تفكها تخليها قطعة تربيع س في قطعة س ذات س، وبعدين تاخد الايه اشاره سالبه، لان مشتقه القطعة بسالب القطعة ذاتها بقت داله في مشتقتها، طالما داله في مشتقتها بنزود واحد على الاس ونقسم على الاس الجديد، فيبقى سالب قطعة تكعيب س على 3 زائد ثابت. فهمنا؟ خلاص كده المسائل اللي فاتت، المسألة اللي فاتت اهي برضه، ص بتساوي أ س تربيع زائد الواحد، جبنا المشتقة الأولى زي ما احنا شايفين، وبعدين المشتقة التانية والمشتقة ايه التالتة، واحنا بنجيب المشتقة التانية خدنا عامل مشترك وصفيناها، خدنا عامل مشترك، وبعدين جبنا المشتقة التالتة وايه بسطنا المسألة. طيب نكمل كده يا ولاد، خلاص كده التكامل اتفهم. نكمل المسألة بتاعتنا، بيقول لي إذا كانت فاء بعد النقطة واحد وصفر عن النقطة س وصاد، الواقعة على المنحنى صاد بيساوي جذر س، فوجد إحداث النقطة س وصاد التي يكون عندها فاء أصغر ما يمكن، التي يكون عندها المسافة أصغر ما يمكن. نرسمها مع بعض كده يا شباب، عايزين نجيب فاء الأول، تعالوا كده نرسمها. بيقول إذا كانت فاء بعد النقطة واحد وصفر عن النقطة س وصاد على منحنى، هنا معادلة أو هنا منحنى مرسوم أهو، في نقطة موجودة عليه اسمها س وصاد، وإذا كانت فيه بعد، فيه ده عبارة عن المسافة يعني بين النقطة اللي هي واحد وصفر، أدي النقطة واحد وصفر أهي، عن النقطة اللي هي س وصاد التي تقع على المنحنى، المنحنى ده معادلته صاد بتساوي جذر س، تمام؟ منحنى بالمنظر ده يا ولاد أو أي منظر، في نقطة بتقع عليه اسمها س وصاد، وأنت عندك فيه اللي هي المسافة بين النقطة واحد وصفر والنقطة س وصاد، تمام؟ طيب تقدر تشتغل بقى بقانون البعد اللي هو جذر التربيع مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات عشان تجيب معادلة يعني وتشتغل عليها، لأنه عايز يقول لك أوجد إحداث النقطة س وصاد التي تكون عندها فيه أصغر ما يمكن، يعني بعد ما تجيب فيه هتشتقها وتساويها بالصفر وتشوف هي أصغر ما يمكن عند س بكام، وتحاول تخلي المعادلة في مجهول واحد، ماشي؟ دي حاجات كلها أساسية وأنت إيه عارفها، طالما س وصاد بتقع على منحنى الدالة ده أنا بتحققه. تعالوا كده نجيب فيه الأول، أقول لك الجذر التربيعي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات، يعني س ناقص واحد تربيع زائد ص ناقص صفر بصاد ص تربيع، ادي فيه. لاحظ ان المعادله هنا فيها متغيرين، هتقوم معوض بقى مكان ايه الصاد وتخليها بدلاله السين، ليه؟ لان الصاد بتساوي جذر س، اهو هتشيل الصاد وتكتب مكانها ايه جذر س، فاهمين؟ لان النقطه بتقع على المنحنى بتحققه، يعني النقطه دهيت موجوده هنا، فالسين عشان او الصاد عشان تشيلها تعوض مكانها جذر س، خليك في دي احسن، يعني بدل ما تربع وتقول له ان السين بتساوي ص تربيع وتعوض هنا مكان السين بص تربيع تبقى معادله كبيره، لا شيل الص تربيع كده وعوض مكانها بايه بايه بسين، لان انت لما تربع دي تبقى ص تربيع هتساوي س، خلاص استفاد. يبقى لازم المعادله ده يبقى فيها متغير واحد مش متغيرين، كده مش هيتحل، خلاص يبقى فيه قبل ما تشتغل، خلاص ظبط مسالتك. يبقى انت عندك س ناقص واحد تربيع زائد الص تربيع هتحط مكانها س اهي، خلاص كده. تعالى بقى اشتق عادي بقى، يعني اشتق الدالة أو صفيها الأول، يعني بسط مسألتك تحت الجذر، فيه بتساوي الجذر التربيعي، نربع الأول ونربع التاني، والأول في التاني في اتنين، يبقى ناقص اتنين س، وهنا زائد إيه س، يعني فيه بتساوي الجذر التربيعي س تربيع أهي ناقص اتنين س وس بناقص س زائد واحد، تمام. تعالوا نشتق الدالة، دي دالة جذرية يا ولاد، عشان نشتق الدالة الجذرية بنقول له د ف على د س، بنقول له ايه يا ولاد، بنعمل الداله زي ما هي تحت، بنقل الداله زي ما هي كده في المقام، احفظ الطريقه، وتقوم كاتب اتنين جنبها، يعني نقول له اتنين في الداله نفسها على مشتقه اللي تحت الجذر، مشتقه تحت الجذر ده عباره عن اتنين س ناقص ايه ناقص واحد، انت كده جبت المشتقه د فيها د س. تعال بقى نشوف يعني عندما تكون الداله اصغر ما يمكن امتى، يعني د فيها على د س هنساويها بصفر عشان تشوف س بكام بقى، وبعدين تجيب الداله شرطتين عشان تتاكد ان هي اصغر ما يمكن او تبحث الاشارة عندها، تمام. يبقى د ف اقول له بوضح د ف على د س بصفر، وبالتالي اتنين س ناقص واحد على اتنين في الجذر التربيع س تربيع ناقص س زائد واحد بصفر، طبعا المقام هيبقى بصفر هيتحذف لما تعمل مقص، يعني اتنين س هتساوي واحد، فاهمين؟ لان اتنين س ناقص واحد بصفر، نودي الواحد بعكس الاشارة ونقسم على اتنين، يعني س هتبقى بايه بنص. طيب تعالى كده نشوف الإشارة بتاعتنا، أنت قدامك طريقين، يا إما تبحث الإشارة يا إما تجيب المشتقة التانية، والمشتقة التانية هتبقى صعبة شوية يا ولاد، طول عليك، فأنت هنا الأسهل
ان انت تقوم جايب السين وتبحث الاشاره بتاعتها عند دال شرطه، عند المشتقه الاولى، عند دال شرطه اللي هي فيه شرطه يعني، ماشي، اللي هي دال فيه على دال سين، تبحث عندها. يعني انت جبتها بنص، تبحث بقى فين في المشتقه الاولى دي، تعوض برقم اكبر من نص فيها عدد، يعني مثلا زي واحد مثلا، مهما نعوض هنا في المقام واحد هيطلع بموجب يعني، وهنا اتنين في واحد باتنين، اتنين ناقص واحد بواحد هيطلع ناتج بموجب يعني، خلاص. لما تيجي تعوض بسالب المقام هيبقى كله بموجب، لان سالب واحد تربيعها بواحد وهنا موجب، يبقى المقام موجب. والبسط سالب اتنين ناقص واحد بسالب تلاتة على اتنين، فالسالب تلاتة على اتنين تبقى سالب، خلاص. يبقى انت بعد ما جبت السين هتعوض فين؟ في تبحث اشارتها في ده الشرط في المشتقة الأولى، يعني ده فيها على ده السين. فلاحظت ان هي ايه، كانت هنا تناقص وبعدين هنا تزايد، يعني عند س بتساوي نص تكون فيه أصغر ما يمكن، يعني فعلا أصغر ما يمكن هنا، فيه نازلة تحت أصغر ما يمكن هنا، عند فيه عند س بتساوي نص، فإن ف تكون أصغر ما يمكن. فهمنا كده؟ تمام. زي ما قلنا يا اولاد في مسائل تانية بنقوم جايبين المشتقة التانية للدالة، انت جبت المشتقة الأولى أهو، تقوم جايب بقى المشتقة التانية وتعوض بالسين فيها، ولو طلع الناتج قيمته سالبة فده يعبر إن هو إيه؟ أصغر ما يمكن. فاهمين؟ تعالى بقى نجيب الإحداثيات اللي هو عايزها. أنت جبت السين بنص، عايز تجيب الصاد وتعوض في الدالة الأصلية. ها الصاد عبارة عن جذر سين، فيبقى النقطة بتاعتك هيبقى نص دي السين، والصاد هتبقى واحد على جذر اتنين، لأن الصاد جذر السين. أهي يا ولاد، خلاص كده أنت جبت النقطة وعملت القانون واشتغلت بالمعادلة بتاعتك، خلاص. السؤال اللي بعده رقم 4 ألف، بيقول لي إذا عين القيم القصوى المطلقة للدالة دالة سين بتساوي مقياس سين في سين ناقص 4 في الفترة من سالب واحد لتلاتة مغلقة. السؤال الرابع ألف، نلاحظ يا ولاد ان ديت دالة مقياس، يعني احنا محتاجين نعيد تعريف الدالة اللي عندنا. ركز معايا، يبقى عندك دالة سين اهي بتساوي مقياس السين في السين ناقص 4. طب نعيد تعريفها ازاي يا ولاد؟ اقول له دالة سين بتساوي، هناخد مرة السين بالموجب ومرة السين بايه؟ بالسالب، في الدالة زي ما هي كده، وناخد الشروط عندما تكون سين اكبر من او يساوي الصفر، وهنا السين أقل من الصفر لأن خدناها مرة بالموجب والسالب مع أصفرها هي، لأن السين هتساوي صفر، ماشي. فلما نيجي نبحثها بنساويها بصفر، يعني الدالة اللي جوه المعيار دي. فأنت كده عدت تعريفها. تعالى بقى فك الدالة بتاعتك، يبقى دالة سين بتساوي، فك الدالة بتاعتك اضرب يعني سين في سين تبقى سين تربيع ناقص 4 سين، وقال لي إن السين أكبر من أو يساوي الصفر، وهنا سالب سين في سين بسالب سين تربيع زائد 4 سين عندما السين أقل من الصفر. دي دالة لها تعريفين، يبقى هنجيب المشتقة بتاعتها، هنجيب دال شرطة سين، لأن احنا عايزين نبحث القيم القصوى المطلقة والصورة المطلقة، ماشي. فهتجيب دال شرطة سين وبتجيب الأصفار بقى بتاعت كل قاعدة لوحدها، بس تاخد بالك إن أنت هتبحث عند السين بتساوي الصفر تشوف الدالة قابلة للاشتقاق ولا لأ. يعني هنا تاخد إن السين أكبر من الصفر، خد بالنا يا ولاد من الجزئية دي، والسين أصغر من الصفر، دي مشتقة عادي يعني بالقانون بتاعك، إن أنت تنزل من أس واحد وتقسم على الأس الجديد وكده، خلاص. ركز معايا، دي الدالة اهي المشتقة بتاعتها تبقى هنا، المشتقة فوق اللي هي تبقى 2 س ناقص 4، ومشتقة الدالة التانية اللي هي سين سالب سين تربيع زائد 4 س، مشتقتها تبقى تحت هنا، تبقى سالب 2 س زائد 4، بننزل الأس ونطرح منه واحد ودي مشتقتها. تعالى بقى عند السين بتساوي صفر، لازم تشوف الدالة هل هي قابلة للاشتقاق ولا لأ عند الصفر. يعني أنت هتعمل إيه؟ هتقوم جايب دال شرطة صفر من اليمين ودال شرطة صفر من الشمال، وشوف ما هيطلعوا زي بعض ولا لأ. تبحث المشتقة الأولى عند السين بصفر من اليمين هنا، فيطلع الناتج بسالب أهو سالب 4، وتعوض بصفر من اليسار هنا 2 في 0 ب0 زائد 4 ب4، تطلع ب4. لاحظت إن المشتقة اليمنى لا تساوي المشتقة اليسرى للصفر، يبقى الصفر عنده نقطة حرجة، تمام. وبالتالي هقول له غير موجودة، الدالة اللي عندي عند س بتساوي صفر غير مش موجودة وغير قابلة للاشتقاق، تمام. تعالى بقى عشان نجيب الأصفار، عرفنا إن عندنا نقطة حرجة اهيت اللي هي س بصفر، ناخدها برضو معانا، ماشي. النقطة الحرجة دي برضو هناخدها معانا يا ولاد واحنا بنجيب القيم العظمى والصورة المطلقة، تمام. تعالى بقى خد كل دالة من دول وهات أصفارها، يعني قايل له عنده، خد بالك من الخطوات، قايل له هعملها جنبها هنا اهو،
ماشي، عشان تبقى جنبها وانتوا فاهمين. تقول له عند اول حاجة سين اكبر من الصفر، وعند سين اصغر من الصفر. عند سين اكبر من الصفر دي احنا عايزين نجيب الاصفار بتاعتنا، يعني هنساوي الدالة دي بصفر عشان نجيب الاصفار يا ولاد. ماشي يا شباب، فاهمين احنا عملنا ايه؟ جبنا المشتقة اهي الاولى بتاعت اليمين وبتاعت الشمال، وشفنا عند الصفر انها غير موجودة، فهناخد برضو الصفر معانا واحنا بنبحث. خلاص، يبقى ناخد عند س اكبر من الصفر نجيب الاصفار هنا، ونجيب الاصفار هنا والصفر، ونجيب القيم العظمى والصغرى حسب الفتره اللي هو جابها لك، من سالب واحد لثلاثه، تشوف النقط بتنتمي لها ولا، وتبحث بقى عشان تجيب، تبحث في الداله الرئيسيه خالص، كل واحده في الفرع بتاعها اللي هي هنا دي اللي الداله الاصليه، شايفينها؟ تمام. تعالوا كده نجيب الاصفار بقى ونكمل الحل بتاعنا. هنساوي الاتنين س ناقص 4 بصفر، بس خد بالك لازم الناتج اللي يطلع اكبر من صفر، لو طلع اصغر من صفر غلط. ماشي، يبقى 2 س بتساوي 4، يعني س هتساوي 2، بيحقق فعلا لان الس هيطلع اكبر من ايه، من الصفر. طبعا عندنا س اصغر من الصفر هنا اللي هو سالب 2 س زائد 4، هنجيب اصفاره ازاي؟ هنقول له سالب 2 س زائد 4 اصغر بيساوي صفر، هنساوي اصفارها يعني، ولازم الناتج اللي يطلع يا اولاد يطلع اصغر من الصفر، يطلع عدد سالب، لو طلع عدد موجب يبقى غلط مش هينفع، هيبقى رفوض يعني. فيبقى سالب 2 س بتساوي سالب 4، يعني الس هتساوي ب2. اه ده غلط يا استاذ، مش بيحقق الشرط، فيبقى ده مرفوض. يبقى احنا عندنا كام نقطة دلوقتي؟ عندنا النقطة الأولى اللي هندرسها اللي هي بداية الفترة، ده سالب واحد هندرسها، وهندرس النهاية بتاعتها اللي هي دالة التلاتة اهيت، وبينهم مين؟ بينهم في اتنين وفي صفر كمان هندرس عنده. ماشي، نمشي بالترتيب كده، دالة صفر ودالة اتنين ودالة ايه؟ تلاتة. دول هندرسهم، بس خد بالك كل واحدة هتتعوض في مكان معين، يعني السالب واحد لأن الدالة لها تعريفين، السالب واحد ده هيتعوض هنا فين؟ أهو هيتعوض هنا، لأن هي قال لك هنا أصغر من الصفر، فلما تيجي تعوض بالسالب ما تتلخبطش وتعوض في واحدة فوق، عوض تحت. ماشي، فيبقى هنا سالب واحد تربيعها بسالب واحد، وهنا سالب، يبقى سالب واحد ناقص 4 بسالب 5، يبقى دالة سالب واحد تطلع بسالب 5. عوض بصفر، الصفر فين؟ عند علامة يساوي يا ولاد، يبقى هنا صفر يطلع بصفر. عند الاتنين، الاتنين هنعوضها فين؟ الاتنين هنعوضها في الدالة الكبيرة اللي هي أكبر من الصفر دي، يبقى اتنين تربيع بأربعة ناقص تمانية، أربعة ناقص تمانية بسالب أربعة. خلاص، تلاتة برضو عوض في علامة أكبر من، تلاتة تربيعها بتسعة، تسعة ناقص تلاتة في أربعة باتناشر، تسعة ناقص اتناشر بسالب تلاتة. تعالى بقى هات لي القيم العظمى والصغرى المطلقة. من أصغر حاجة خالص السالب خمسة، يبقى السالب خمسة دي صغرى مطلقة، صغرى مطلقة، يبقى الدالة صغرى مطلقة عند س بتساوي سالب واحد، وعظمى مطلقة فين الأكبر؟ اللي هو الصفر، لأن يعني دي سوالب، فيبقى الصفر ده هو الأكبر، يبقى عند الصفر دي عظمى مطلقة. فهمنا كده يا ولاد؟ عظمى إيه؟ مطلقة. خلاص كده فهمنا؟ كده خلصنا المسألة، يبقى تاخد بالك المسألة دي مهمة جدا وسهلة. حاول بس ما تلخبطش، كتير بيتلخبط من دالة المقياس لما بيجيله، لا انت بس هتعيد تعريفها تاني وتشتغل عادي خالص، وتبحث عند العلام، عند الرقم اللي هو الاصفار انت جبتها ده، تشوف هي قابلة للاشتقاق ولا لا عنده، عشان لو كانت قابلة للاشتقاق خلاص هتعمل هنا علامة يساوي، فاهمين؟ لكن هي غير قابلة للاشتقاق عند الصفر فتاخده معانا في النقط وانت بتبحث. ماشي كده. طيب السؤال اللي بعده ده كان الحل اهو يا ولاد، شايفين خلاص كده تمام خطواتها، انقلوا الكلام ده يا شباب. طيب نكمل الامتحان، السؤال اللي بعده ب الرابع ب، يقول اذا كان ميل المماس لمنحنى الدالة ص بيساوي دالة س، ص بيساوي دالة س عند اي نقطة عليه بيساوي 6 س تربيع زائد ب س، وكانت دالة صفر بتساوي 5 ودالة 2 بسالب 3، اوجد قيمة الثابت ب، ثم ارسم الشكل العام لمنحنى الدالة. تعالوا نحلها كده مع بعض يا شباب. رقم 4 بقى، ناخد بالنا من السؤال رقم 4 بقى، هو جاب لك هنا ميل المماس لمنحنى الدالة. ميل المماس يا ولاد يعني ده المشتقة بتاعت الدالة. ماشي، طالما مشتقة الدالة هتقدر بقى تكملها بعد ما تكامل الدالة وترجعها لأصلها، فاهمين؟ لما يجيب لك الميل وعايز الدالة تجيب مشتقتها. تمام، الميل عبارة عن د ص على د س، تاخد بالك من الكلام. الميل كان بيساوي ايه يا استاذ؟ بيساوي 6 س تربيع زائد ب س، والنقط دي فايدتها ايه؟ فايدتها لما تكامل
هيظهر لك ثابت، تتعوض بقى بالثوابت اللي عندك او النقطة اللي هي هتبقى الاولى 0 و5 والنقطة التانية 2 وسالب 3 عشان تطلع قيمة الثابت. تمام. طب هو جاب لك الميل اهو، تعالى بقى ناخد الدالة ديت نكملها زي ما احنا قلنا. نقول بما ان د ص بتساوي نص متغيراتنا 6 س تربيع زائد ب س، يعني الدال س دي تجيبها هنا يعني، ماشي، ب س وهنا د س. تعالى بقى هات التكامل هنا، التكامل هنا، تكامل الدال ص بص، تكامل 6 س تربيع زائد ب س، هنزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، فتبقى س تكعيب وستة على 3 فالاتنين، زائد ب س، ال ب ثابت، الس عشان أجيب تكاملها بزود على الأس 1 وأقسم على الأس الجديد، زائد ثابت. أنت كده جبت الدالة أهو بتاعتك وعندك ثابت. استفيد بقى بالنقط اللي هو جايبها ده عشان تطلع قيمة الثابت، يعني أنت عندك دالة 0 بتساوي 5، يعني هتعوض مكان الصاد ب5، وأي س تقابلك تحط مكانها 0. خد بالك احنا بنشتغل بإيه دلوقتي يا ولاد؟ بدالة 0 بتساوي 5. تقول له بما أن دالة 0 بتساوي 5، إذا 5 بتساوي 0 زائد 0 زائد ثابت، يعني الثابت ب5، يبقى أنت جبت الثابت ب5، وبالتالي المعادلة بتاعتك ص هتساوي 2 س تكعيب زائد ب س تربيع على 2 زائد 5. تعالى بقى استفيد بالنقطة التانية عشان تطلع لك ب. تقول بما أن دالة 2 بتساوي سالب 3، إذا هنعوض مكان كل س ب2 وص بسالب 3، فتبقى سالب 3 بتساوي 2 في س تكعيب، اللي هي 2 تكعيبها ب8، يبقى 2 في 8، زائد ب على الاتنين في س تربيع اللي هي ب4 زائد ال5، يعني تبقى سالب 3 بتساوي 16 زائد 4 على 2 في 2، يعني 2 ب زائد 5. 5 و6 21، هنعدها الناحية التانية، تبقى 21 بالسالب، سالب 21 ناقص 3 بتساوي 2 ب، سالب 21 و3 بسالب 24 بتساوي 2 ب، يعني ال ب هتساوي سالب 12. جبت ال ب بسالب 12، يعني المعادلة بتاعتك هتبقى جاهزة اللي هي الصاد بقى. يبقى الصاد بتاعتك الأصلية عشان ما هو طالب منك ايه تاني؟ رسم المنحنى الشكل العام. طيب يبقى تكتب الدالة بقى بتاعتك، تعالى نعمل في ورقة تانية كده. يبقى الدالة بتاعتنا صاد، خلاص كده فاهمين؟ فاهمين الخطوات يا شباب؟ الخطوات بتاعتنا عشان اللي ما كتبش وقف الفيديو وانقل. تعالوا بقى نعوض مكان ال ب فوق عشان نكتب المعادلة بتاعتنا، فتبقى صاد بتساوي 2 س تكعيب زائد ال ب، هنشيلها ونحط مكانها سالب 12، فتبقى زائد سالب 12 س تربيع على 2 زائد 5، يعني الصاد بتساوي 2 س تكعيب ناقص 6 س تربيع زائد 5. دي معادلة المنحنى بتاعنا. تعالوا بقى عشان نرسم المنحنى بتاعنا. احنا عارفين يا شباب عشان نرسم المنحنى لازم نجيب الأول القيم المحلية بتاعتنا، يعني نجيب الصاد شرطة الصغرى المحلية والعظمى المحلية، ونجيب صاد شرطتين عشان نطلع منها نقطة الانقلاب، الشغل العادي يعني، ومعنا النقط برضو هتفيدنا في الرسم. خلاص تعالوا كده نجيب صاد شرطة بتساوي، هنزل أس 1 ونطرح منه، يعني ننزل أس ونطرح منه 1، يبقى 6 س تربيع ناقص 12 س، دي صاد شرطة، هنساوي صاد شرطة ب0، أو لو عند صاد شرطة بتساوي 0، إذا 6 س تربيع ناقص 12 س بتساوي 0، هناخد 6 س عامل مشترك، فتبقى س ناقص 2 بتساوي 0، يا إما إن س بتساوي 0 أو إن س هتساوي 2. يبقى أنت هتبحث عند 0 و2، أدي 0 وأدي 2، دي الأصفار بتاعتنا بتاعت الدالة، دي دالة تربيعية يا أولاد، نفس ونفس وعكس، يعني هنا نفس الإشارة موجبة وهنا عكس تبقى سالب، يعني الدالة اللي عندك هتبقى هنا تزايد وهنا تناقص وهنا تزايد. احنا بحثنا دلوقتي دال شرطة س عند الأصفار اللي طلعت النقط الحرجة بتاعتها. تمام. تعالوا برضو نستفيد النقطة 0 و2، نعوض في الدالة الأصلية عشان نجيب نقط تبقى معانا. أما نعوض بصفر في الدالة تبقى 0 و5، ونعوض ب2 يبقى 2، هنا يا ولاد 2 في 8، ادي الدالة الأصلية اهي، شايفين احنا بنجيب نقط عشان تفيدنا في الرسم يعني. وهنكمل لسه هنكمل، هجيب الصاد شرطتين وكله، ولكن بالمرة واحنا شغالين عشان ما ننساش هنجيب النقط ديت كام وكام. يبقى 2 هنا في 2 تكعيب ب8، 2 في 8 ب16، وهنا 4 في 6 ب24، يعني ناقص 24 زائد 5، فيطلع الناتج بكام؟ سالب 3. خلاص يبقى انت عندك النقطة 2 وسالب 3، وعندك 0 و5. تعالوا نكمل بقى هنا جنبها، نجيب الصاد شرطتين بالمرة جنبها هنا يا شباب.
ادي صاد شرطة، هنجيب صاد شرطتين اهي، صاد شرطتين. المشتقة التانية بتساوي، هيبقى 12، هنزل اس ونطرح منه واحد، تبقى 12 س ناقص 12. بعد كده عوض بقى، قول له بوضع الصاد شرطتين بتساوي صفر، يعني يبقى 12 س ناقص 12 بتساوي صفر، يعني الس هتساوي واحد، لان هنمد ال 12 بعكس الاشارة ونقسم على 12 فالس هتطلع بواحد. يعني عند نقطة واحد دي اللي هي نقطة انقلاب. ايه هي نقطة الانقلاب؟ تعال نجيبها. واحد وكام؟ هنعوض بقى في الدالة الأصلية، يبقى واحد في اتنين باتنين ناقص ستة في واحد زائد خمسة، يعني اتنين ناقص ستة زائد خمسة، اتنين ناقص ستة بسالب أربعة زائد خمسة بواحد، يبقى واحد وواحد دي نقطة انقلاب. تمام، اتعود ده وانت بترسم، اربط المسألة ببعضها، يعني تقوم جامل خط كده تحت اللي انت عامله فوق عشان تجيب لك الرسمة صح. هنا الصفر وهنا الاتنين، وده الواحد بينهم اهو، الواحد اصفار الدالة عنده، يعني لما نعوض بيه في الدالة في اللي هي دال شرطتين، يعني يبقى بصفر. دال شرطتين سين اهيت، هنبحث في الدال شرطتين، ابحث الشرطة كده في الدال شرطتين. هنا على السين، لو عوضت هنا في الدال شرطتين بالسين بواحد، يبقى 12 ناقص 12 بايه؟ بصفر. هعوض بقى طبعا برقم اكبر منه، يعني على اليمين هنا عشان تشوف الاشارة، فنعوض مثلا ب2، يبقى 2 في 12 ب24 ناقص 12 ب12، يعني موجب، ده موجب اهو. وعوض باصغر من الصفر سالب واحد، تبقى سالب وهنا سالب، يعني سالب. فهنا تبقى المنحنى لأعلى، وهنا المنحنى لإيه؟ لأسفل. فاهمين يا ولاد؟ فهي طلعت معانا نفس الشكل اهو، يعني كيرف عائد نازل طالع اهو، ونازل على نقطة الانقلاب اللي هي واحد وإيه بينهم، يعني واحد وواحد، وبعد كده بدأت إيه تتقلب تاني وتطلع لفوق، ففي نقطة انقلاب عندنا. يبقى أنت عندك مجموعة من النقاط هتفيدك في الرسم. تعالى بقى نعمل جدول كده ونجمع فيها النقاط بتاعتنا. جدول اهو، نعمل يعني نقط كتير كده، وممكن برضو ان انت تجيب نقط زيادة عشان تفتك في الرسم من الدالة الرئيسية. بتعوض بقى في الدالة الرئيسية يا ولاد، ماشي؟ متلخبطوش، يبقى شغلنا كل الوقت تعوض في الدالة الرئيسية، محدش هيعوض في اي دالة تانية، خلاص زي ما احنا شايفين كده. تعالوا نكمل كده. النقط بتاعتنا هنا س، مسألة ايه هنا س، وهنا ص، سالب واحد صورتها كانت بسالب تلاتة، وأنا في المسألة هناك في أول خالص، وعندك دالة اتنين بسالب تلاتة، ودالة صفر بخمسة، صفر بخمسة، وعندك واحد مع الواحد، والاتنين مع السالب تلاتة، والتلاتة مع ايه؟ مع الخمسة، ماشي؟ هنرسم بقى الشكل بتاعنا بالنقط الموجودة دي. نرسم الشكل بتاعنا كده يا ولاد بالمسطرة وتظبط شغلكم، ماشي اهو. هنعمل النقط بتاعتنا، هنا سالب واحد، هنا واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. وفي عندك سوالب تحت لحد سالب تلاتة، هنا سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة. تعمل النقط بتاعتك بقى من سالب واحد لسالب تلاتة، ومن صفر لحد الخمسة، وبعدين واحد وواحد، وبعدين اتنين وسالب تلاتة، وبعدين تلاتة لحد خمسة. تعمل بقى الكيرف بتاعك كده اهو، كل ما النقط كانت زيادة كنت ما تسهل لك الحل يعني او الرسم. تمام، دي الرسمة بتاعتنا أو الشكل العام لمنحنى الدالة اللي هو إيه عايزه. فعلا طلع نفس الكيرف أهو طالع هنا، وهنا نقطة الانقلاب موجودة اللي هي واحد وكام، كانت واحد وإيه واحد معانا، دي نقطة انقلاب عندنا دي الشكل. وكده المسألة مظبوطة يا شباب، كده خلصنا كانت الأول هي الخطوات بتاعتنا، إن هي الدالة وكملناها عشان اللي ما كتبش أهي. وبعد ما كملنا الدالة جبنا استفدنا بالنقط، يعني طلعنا قيمة ب وطلعنا قيمة الثابت اللي عندنا، محدش ينسى الثابت ده، هو بيكمل، ماشي. وبعد كده اهو رسمنا الشكل بتاعنا للدالة. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال خامس ألف، اوجد معدل تغير اللوغاريتم 9 س زائد 9 زائد س تكعيب لأساس هاء بالنسبة للدالة س تربيع زائد 3 عند س بتساوي 1. طيب انت عايز تجيب معدل تغير دالة بالنسبة للدالة، يعني مشتق الدالة بالنسبة للدالة. فانت تفرض ان الدالة الاولى مثلا رمز ص، نقول ان ص بيساوي لوغاريتم 9 زائد س، دي تكعيب يا ولاد، اس 3 اهي شايفينها، للاساس هاء. والدالة التانية هنفرض ان هي عين،
بتساوي س تربيع زائد واحد. تمام، تعالى بقى نجيب د ص على د س، نجيب د ع على د س، وبعدين نقوم جايبين في الاخر د ص على د ع. مشتق الداله دي بالنسبه للداله دي عن طريق قاعده السلسله اللي هي بتقول لي د ص على د س، وهنا نجيب د يعني ع ص اهي، تقوم جايب هنا ايه عين وتحط هنا س زيها، يعني كان دي بتختصر مع دي يعني. خد بالك وانت بتيجي تعوض من دي بتشقلبها، بتقلبها هنا يعني. فدي دالة لوغاريتم، عشان نشتقها بنعمل كسر، بنجيب الدالة زي ما هي في المقام على مشتقة الدالة نفسها، يبقى 3 س تربيع. خلاص كده انت جبت د ص على د س. تعالى هنا هات د ع على د س، نزل اس واطرح منه واحد فتبقى 2 س. عوض بقى هنا مكان الدالة دي هنا، فيبقى 3 س تربيع على 9 زائد س تكعيب اهو، وتعمل هنا فيه مقلوب الدالة ديت اللي هي تبقى 1 على 2 س. اختصر س تربيع على س فيها س، وتبقى 3 فوق على 2، يعني 3 اهيت، وهنا 2 3 دي تبقى 2 تحت هنا يا ولاد، 9 زائد س تكعيب وس تربيع على س فيها س، دي د ص على د ع. هو قال لك عند س بتساوي 1، عوض مكان الس بواحد، عند س بتساوي 1 فيبقى عندك 3 في 1 ب 3، يعني البسط ب 3، والمقام 9 زائد 1 10 في 2 ب 20، هيطلع 3 على 20، دي د ص على د ع اللي هو عايزها يا شباب. خلاص يبقى الناتج بتاعنا بيساوي 3 على 20. السؤال رقم 5، مسألة حجوم. إذا كانت أ صفر وتلاتة وب واحد وأربعة وج اتنين وصفر، أوجد باستخدام التكامل مساحة سطح المثلث أ ب ج وحجم الجسم الناشئ من دوران المثلث أ واو ج دورة كاملة حول محور الصادات. شوف كده مع بعض يا ولاد السؤال رقم 5 ب، هنرسم مع بعض كده شكل المثلث بتاعنا اللي عايزين نجيب مساحته باستخدام التكامل. نرسم بتاعنا كده المثلث أهو، الشبكة البيانية. نجيب الإحداثيات بتاعتنا، نسيب مسافات متساوية عشان الشكل يطلع مظبوط كده ونفهم. 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6. نشوف الشكل بتاعنا. النقطة الأولى كانت ألف إحداثية 0 و3، لأن الصفر وطلع ب 3، أدي نقطة ألف. النقطة اللي بعدها باء 1 و4، 1 واطلع ل 4، ادي نقطة باء. نقطة جيم احداثيها 2 و0، ادي جيم 2 و0، هنوصل المثلث بتاعنا اهو. طيب احنا عايزين نجيب الحجم يا ولاد، اول حاجة مساحة، عايزين نجيب مساحة سطح المثلث أ ب ج باستخدام التكامل. طب عشان أجيب باستخدام التكامل احنا ممكن نجزأ الشكل ده، يعني نقسم المسألة بتاعتنا كده، ناخد من عند ايه النقطة 1 لحد النقطة 4 كده، نعمل خط ماشي، ونجيب المساحة اللي هنا والمساحة اللي هنا ونجمعها على بعض. طيب انت عندك ده مستقيم هنسميه مثلا صاد 1، ده نسميه صاد 1، وهنا هنسمي المستقيم ده صاد 2، وده المستقيم صاد 3. طب عشان نجيب المساحات انت عندك تقدر تجيب من 0 لـ1 خلال الجزء ده التكامل بتاعه، وتجيب من 1 لـ2 الجزء ده وتجمعهم على بعض. يعني انت هتشتغل بفكرة ان مساحة المثلث أ ب ج بتساوي، هنجيب يا أستاذ التكامل أول حاجة من 0 لحد 1 للدالة اللي فوق ناقص الدالة اللي تحت اللي هي صاد 1 ناقص صاد 2، كل ده دالة س. تمام، وبعدين تجمع عليه المساحه، لان المساحه يا ولاد بتجيب التكامل المنطقه تحت الايه الشكل المرسوم. بتجيب من 1 لـ2 تكمل بقى وتقول بقى صاد 2 ناقص صاد 3، يعني اللي فوق ناقص اللي تحت، صاد 2 ناقص 6 صاد 3 دالة س. دي فكره حل المساله دي يا شباب. يبقى الوقت قدامنا لازم يعني نجيب معادله المستقيم. فاكرين معادله المستقيم عن طريق صاد ناقص صاد 1 بيساوي صاد ناقص صاد 1 يا ولاد بتساوي الميل في س 2 ناقص س 1. فاكرين القاعدة ديت؟ دي هنشتغل بيها، اللي هي معادلة الخط المستقيم. يعني نقدر نجيب معادلة المستقيم أ ب، ونجيب معادلة المستقيم ب ج، ونجيب معادلة المستقيم إيه أ ج، التلات معادلات وننفذ هنا، لأن ديت إيه خطوط مستقيمة.
لأنه طلب في التمرين قال لي باستخدام التكامل، لازم نستخدم التكامل في حل المسألة. خلاص كده، تعالوا بقى نبدأ نجيب معادلة المستقيم ا ب واحدة واحدة كده عشان ما تلخبطش. هي الصورة العامة للمعادلة ايه؟ بقول ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل. فاكرين الكلام ده؟ دي ازاي تجيب معادلة المستقيم يعني. ماشي، الميل اللي هو ص اتنين ناقص ص واحد على س اتنين ناقص س واحد. يبقى القانون ده اهو هنستخدمه في التلات معادلات. طب تعالى نجيب معادلة المستقيم الأول ص واحد، نقول له ايه؟ معادلة ص واحد هي هنطبق القانون. خد بالك ص واحد ده عبارة عن أ و ب، أ كان إحداثيها صفر وتلاتة، اكتب النقط قدامك كده، ونقطة ب كان إحداثيها واحد وأربعة، ونقطة ج اتنين وصفر. فأنت هتجيب معادلة المستقيم ص واحد. تجيب صاد واحد ازاي؟ بالقانون بقى اللي هو صاد ناقص صاد واحد. اه يعني انت عندك الالف والب، معادلة صاد واحد اللي هي المستقيم مين؟ الف ب. يبقى انت بتجيب معادلة الف ب يا ولاد، الف وب اهم، تقول له صاد ناقص صاد واحد على س ناقص ايه؟ س واحد. تمام، اختار اي نقطة وابدأ بيها، يعني قول له هنا بعد الالف والب تقول صاد ناقص تلاتة على س ناقص صفر، اي نقطة اهي. فرق الصلاة على فرق السينات بقى تقول أربعة ناقص تلاتة على واحد ناقص صفر، فيطلع واحد على واحد، يعني تبقى ص ناقص تلاتة على س بتساوي واحد، يعني ص ناقص تلاتة هتساوي س، يعني المعادلة بتاعتنا تبقى ص ناقص س بتساوي تلاتة. دي معادلة المستقيم الأولاني. ماشي، أو نخليها معادلة صفرية يا ولاد، يعني نقول ص ناقص س ناقص تلاتة بتساوي صفر، تبقى معادلة كده على طول. يبقى دي معادلة المستقيم مين؟ الأولاني. نودي الناحية التانية الس وتلاتة لأن محتاجين ص، يبقى دي اسمها ص إيه؟ ص واحد، معادلة المستقيم الأولاني يعني. أه ص واحد، يبقى ص واحد هيساوي س زائد تلاتة، أدي معادلة المستقيم الأولاني اللي هنشتغل بيها. تمام، تعال نجيب المستقيم التاني اللي هو ص اتنين، ده أهو بيمر ب و ج. طب نجيب معادلة ب ج ازاي؟ معادلة المستقيم ب ج، هنقول ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد، ادي ال ب وال ج اهو، هنقول ص ناقص صفر، نختار النقطة اللي تحت ده، على س ناقص اتنين تساوي الميل اللي هو فرق الصلات على فرق السينات هنا. ماشي، فتاخد أربعة ناقص صفر على واحد ناقص اتنين، أربعة ناقص صفر بأربعة، وهنا واحد ناقص اتنين بسالب واحد، يعني ص ناقص صفر اللي هي ص على س ناقص اتنين بتساوي أربعة على سالب واحد، نعمل مقص فتبقى سالب ص بتساوي أربعة س ناقص تمانية، يعني ص تساوي سالب أربعة س زائد تمانية. دي معادلة المستقيم التاني اللي هو ب ج اللي احنا قايلين اسمه. ماشي، يبقى ص بتساوي سالب أربعة س زائد ايه؟ تمانية. تعال نجيب معادلة المستقيم اللي بعده اللي هو المستقيم أ ج، أ و ج اهو، هنشتغل على أ و ج يا ولاد، أ و ج النقط بتاعتنا. يقول لي معادلة أ ج هي أقول له ص، كملها كده، ص ناقص تلاتة، أنا أ و ج أهم يا ولاد فينهم، يبقى ص ناقص تلاتة على س ناقص صفر بتساوي الميل بقى، نقول تلاتة ناقص صفر على صفر ناقص اتنين، تلاتة ناقص صفر على صفر ناقص اتنين، فيطلع عندك تلاتة وهنا سالب اتنين. نعمل طرفين في وسطين، يعني انت عندك الميل اهو، من مقص بقى سالب اتنين في ص، يبقى سالب اتنين ص زائد ستة تساوي تلاتة س، ودي الستة بعكس الإشارة، تبقى سالب اتنين ص بتساوي تلاتة س ناقص ستة، اقسم على السالب اتنين، فتبقى الص بتساوي، اقسم على سالب اتنين، تبقى سالب تلاتة على اتنين س زائد ايه؟ زائد تلاتة. دي معادلة المستقيم مين؟ التالت. مش كده؟ دي المعادلة التالتة. خلاص، وهتعوض بقى في القاعدة اللي احنا عملناها فوق، نيجي بقى للقاعدة دي ونعوض باللي احنا جبناه هنا. ماشي، هي مسألة طويلة شوية يا ولاد، فحاولوا تفهموا كده معايا وركزوا. خلاص، هنجيب ورقة تانية ونكمل فيها كده. خلاص، ننقلوا الجزء ده. خلاص كده، تعالوا بقى نكمل باللي احنا جبناه في ورقة تانية. ماشي، يعني هم قايلينه هنا
مساحة باقي المثلث مساوي، احنا قلنا هنجيب يا ولاد التكميات بتاعتنا، هنقول من صفر لواحد اهو، صاد واحد ناقص صاد اتنين دالة سين، وبعدين نجيب التكامل من واحد لاتنين، صاد اتنين ناقص صاد تلاتة دالة سين. تعويض بقى، الخطوة دي تعويض، يبقى مساحة المثلث بتساوي، هنجيب التكامل بتاعنا من صفر لواحد، نجيب من صاد واحد للمعادلة بتاعته، هنعوض اهي، تبقى سين زائد تلاتة، شايف هنا نجيبها مكان دي، سين زائد تلاتة ناقص الصاد اتنين اللي احنا جبناها، صاد اتنين اهي دي، تبقى سالب في سالب بموجب، أربعة سين يعني، شايفين بنضرب دي في سالب عشان دي صاد اتنين نعوضها هنا، زائد أربعة سين ناقص تمانية، ماشي. يبقى انت جبت ايه؟ صاد واحد، دي صاد واحد يا ولاد ناقص صاد تلاتة، دي صاد واحد ناقص صاد تلاتة، صح؟ صاد واحد ناقص صاد تلاتة، وصاد اتنين ناقص صاد ايه؟ ناقص صاد تلاتة، دي صاد تلاتة، ماشي. يبقى هنا صاد واحد ناقص صاد تلاتة، دي صاد تلاتة يا ولاد، زائد صاد اتنين ناقص صاد تلاتة، يبقى عندك صاد واحد اهي، س زائد تلاتة ناقص صاد تلاتة اللي هي ناقص دي، نجيب ورقة تانية نكمل فيها، نجيب ورقة تانية نكمل فيها يا شباب. عندنا المساحة بتساوي تكامل من صفر لواحد، صاد واحد ناقص صاد تلاتة دالة س، زائد تكامل من واحد لاتنين، صاد اتنين ناقص صاد تلاتة دالة س. تعالوا نعوض بقى، يبقى المساحة بتاعت المثلث بتساوي التكامل من صفر لواحد، هنعوض مكان الصاد واحد بتاعتنا اهي، صاد واحد فين اهي، اللي هي س زائد تلاتة ناقص صاد تلاتة، فين صاد تلاتة اهي يا ولاد، شايفينها، هتبقى سالب في سالب بموجب، يعني تبقى موجب تلاتة على اتنين س ناقص تلاتة، يبقى نعمل ناقص تلاتة زائد تلاتة على اتنين س، ماشي. ضربنا ده في سالب وكتبناه هنا عشان التلاتة تروح مع السالب تلاتة جبتها جنبها يعني، خلاص. كل ده دالة س زائد التكامل من واحد لحد اتنين في الدالة التانية اللي هي صاد اتنين ناقص صاد تلاتة، صاد اتنين فين؟ صاد اتنين اهي يا ولاد، اللي هي سالب أربعة س، شايفينها، زائد تمانية، يعني تبقى تمانية ناقص أربعة س هي الدالة التانية دي، ناقص التالتة اللي هي تبقى ناقص تلاتة زائد تلاتة على اتنين س دالة س. تعال نختصرها الأول، يبقى مساحة مثلث التكامل من صفر لواحد، دي هتروح مع دي، س تلاتة وسالب تلاتة هتروح مع بعض، فيتبقى لك س زائد تلاتة على اتنين س دالة س زائد التكامل من واحد لاتنين، تمانية ناقص تلاتة بخمسة، وهنا سالب أربعة س زائد تلاتة على اتنين س، كل ده لدالة س. يبقى عندك تكاملين اهمت، تقدر تبسطهم، نقدر نجمع س زائد تلاتة على اتنين، يعني الواحد ده كأنه اتنين على اتنين زائد تلاتة على اتنين، يعني خمسة على اتنين، يبقى التكامل من صفر لواحد خمسة على اتنين س دالة س زائد التكامل من واحد لاتنين، هنا خمسة تنزل زي ما هي، ناقص أربعة زائد تلاتة على اتنين، يعني ناقص أربعة زائد واحد ونص، هيديك الناتج خمسة أرباع بالسالب، سالب خمسة على أربعة س، ماشي. أو ممكن تعملها بالآلة الحاسبة، تقول سالب أربعة زائد واحد ونص، هيطلع لك الناتج يعني إيه، واحد وربع بالسالب، سالب واحد وربع يعني، سالب أربعة زائد واحد ونص اللي هي تلاتة على اتنين، هيديك سالب خمسة على إيه، على الاتنين، ماشي. سالب خمسة على اتنين يعني سالب اتنين ونص، اتأكد بيها على الآلة كده، اطلع سالب خمسة على ايه، على اتنين، ماشي. س دالة س، خلاص. يبقى احنا هنا صفينا سالب أربعة س زائد تلاتة على اتنين بسالب خمسة على اتنين، وهنا صفينا س زائد تلاتة على اتنين بخمسة على اتنين. تعالى بقى نجيب التكامل بتاعنا، هنكمل الدالة، نزود على الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، يبقى المساحة بتساوي حدودي من صفر لواحد، هتبقى خمسة س تربيع على الأربعة،
زائد حدود التكامل هنا برضو من 1 ل 2، 5 تكاملها 5 سين ناقص 5 على 2 سين تربيع على 2 يبقى هنا 4، وحدودي من 1 ل 2 هنعوض 5 في 1 ب5 يبقى 5 على 4 ناقص 0، عوضنا بصفر يعني نعوض اللي فوق ناقص اللي تحت، وهنا هنعوض ب2، 5 في 2 ب10 ناقص 5 في 4 على 4 اللي هي ب5 ناقص، لما نعوض بقى ب1 يبقى 5 ناقص 5 على 4 خلاص كده، فيبقى الناتج 5 على 4 زائد 10 ناقص 5 ب5 ناقص بعد كده 5 تنزل زي ما هي، وبعدين زائد 5 على 4، 5 هتروح مع -5، يبقى لك 5 على 4 زائد 5 على 4، نوحد المقامات 4، وهنا 5 و5 10، 10 على 4 نقسم على 2 تبقى 5 على 2، فالناتج يبقى المساحة يا ولاد طلعت 5 على 2 وحدة ايه مربعة، وكده خلصنا ايه المطلوب الأولاني، فهمنا؟ يبقى احنا عملنا عن طريق التكامل للدالتين اللي عندنا وايه وحليناها، ماشي. والرسمة اهي يا ولاد تاني عشان اللي مش فاهم، الرسمة اهي معانا، عملنا النقط عشان نجيب مساحة المثلث ده، جزأنا جبنا التكامل من 0 لـ1 لصاد 1 ناقص صاد 3، وبعدين جبنا التكامل من 1 لـ2 لصاد 2 ناقص صاد ايه ناقص صاد 3 خلاص، وجبنا معادلة كل مستقيم اشتغلنا في التمرين وصفناها خلاص، وجبنا ورقتين كملنا فيها اهوت. ده المطلوب الاولاني، كل ده المطلوب الاولاني. المطلوب التاني عايز حجم الجسم الناشئ من دوران المثلث ألف واو جيم دورة كاملة حول محور الصادات، يعني المثلث ده لما يدور حول محور الصادات عايزين الحجم الناشئ من دورانه دورة كاملة حول المحور الرأسي. المطلوب التاني حجم الجسم الناشئ من دوران المثلث ألف واو جيم دورة كاملة حول محور الصادات اللي هو ألف واو جيم، المثلث ده هيدور حول محور ايه الصادات، فلما يدور هو كان بيبعد هنا 2 هيبعد هنا برضو ايه 2 الناحية التانية دي. انت عايز تجيب حجم الجسم الناشئ ده من الدوران المثلث ألف واو جيم دورة كاملة حول محور الصادات، فحدودك هتكون من 0 لحد 3 وهو بيدور. تعالوا نعملها رسمة تانية كده عشان نفهم. نعملها رسمة تانية يا شباب. الرسمة بتاعتنا اهي، احنا خلاص عرفنا الحدود بتاعتنا من الايه من الشكل اللي عندي، يعني انت عايز دوران المثلث ده اللي هو ألف واو جيم، المثلث ده هيدور حول محور الصادات وحدوده كانت من 0 لحد 3 دورة كاملة حول محور الصادات، فانت هتجيب التكامل بتاعك الحجم بيساوي باي تكامل، خد بالك مين اللي بيدور المستقيم ده يا ولاد، اللي بيدور اللي هو كان اسمه كنا مسميينه دلوقتي صاد 3، كنا مسميينه صاد 3، يعني انت محتاج معادلة صاد 3 وانت بتشتغل. صاد 3 فين اهي، محتاجين المعادلة دي واحنا بنشتغل، ماشي. فدي معادلته اسمها صاد 3، واحنا عارفين ان صاد 3 اللي هي معادلة المستقيم سالب 3 على 2 س زائد 3 دي المعادلة بتاعته، تمام. فانت عندك التكامل الحجم بالنسبة لايه لصاد، لانه هيدور حوالين محور الصادات والقانون س تربيع، فانت محتاج تجيب من هنا س عشان تعوضها هنا، لان التكامل بالنسبة للصاد وحدودك كانت من 0 لحد 3، يعني هتعمل ايه، هتجي للدالة ديت وتشتغل عليها عادي خالص، يعني ايه هنعمل المعادلة يعني نصفيها ونطلع منها س ونعوضها هنا، ماشي. تعالوا كده نعملها، هنحلها جنبها يا ولاد، هضرب في 2 الاول عشان اصفيها، تبقى 2 ص بيساوي سالب 3 س زائد 6، ضربنا المعادلة كلها في 2 عشان نتخلص من المقام، بعد كده نودي ال 6 بعكس الإشارة، فيبقى 2 ص ناقص 6 بتساوي سالب 3 س، بعد كده نقسم على السالب 3 فتبقى س هتساوي سالب 2 على 3 ص زائد 2، يعني الس هتساوي سالب 2 على 3 ص زائد 2 دي س. طب انت محتاج تربعها عشان تعوضها هنا، تعال نربعها بره الاول وبعدين نعوضها، ماشي. يعني تقول ان الس تربيع بيساوي، نفتح قوس كبير كده وعليه التربيع، سالب 3 سالب 2 على 3 ص زائد 2، ربع كده ادي س تربيع اهي، بتساوي الاول هيتربع يبقى 4 على 9 ص تربيع، وده هيتربع يبقى 4، واللي في النص السالب اهي اول في تاني في 2، يبقى سالب 2 على 3 ص في 2 في 2 اول في التاني في 2، واخد بالنا الاشاره بقت سالبه، ماشي.
فتبقى 4 على 9 6 ربيع ناقص 2 في 2 ب4، 2 في 4 ب8، 8 على 3 صاد زائد ايه الـ4. ماشي يا ولاد، في المعادلة بتاعتك بقت 4، وهنا 4 على 9 6 ربيع، وهنا سالب 8 على 3 صاد. خلاص، دي مين؟ دي السين تربيع. كل ده بنجيبه ليه يا ولاد؟ عشان نعوضه هنا مكان السين تربيع دي. كان ممكن تعوض مكان السين وتفك جوه المقدار عادي، واحنا بنعملها بره عشان ما نتلخبطش. خلاص كده، فهنعوض بقى الحجم بيساوي باي التكامل بتاعك يا استاذ من 0 ل 3، 4 على 9 ستة ربيع ناقص 8 على 3 صاد زائد 4، وحدودك دالة صاد. طب لما نيجي نكمل دي يا ولاد، بنزود على أس واحد ونقسم على أس جديد، فيبقى الحجم بيساوي باي اهي زي ما هي، حدود التكامل من 0 ل 3 فيبقى 4 على 9 ستة كيب ونقسم على 3 ناقص 8 على 3 صاد، نزود على أس واحد ونقسم على الأس الجديد، زائد تكامل الأربعة بأربعة صاد. كده انت كملت، حاول بقى صفيها اكتر، يعني سيب الباي زي ما هي. كل ده شغل عادي يا ولاد، ممكن تعمله بالآلة الحاسبة وايه وتخلصها لو عايز تعمل التكامل ده مرة واحدة على الآلة الحاسبة. ماشي، فيبقى هنا 4 على 27 ستة كيب. طبعا الآلة الحاسبة هي طبعا، انتوا فاهمين الكلام ده يا ولاد، ممكن تعمل عملية التكامل بتاعتك كده وتكتب الدالة بتاعتك من صفر، حدودها عندك من صفر لحد ايه، لحد 3 مرة واحدة عشان وقت الامتحان، وتعوض بقى تكتب الدالة بتاعتك اللي هي 4 على 9، وتقول مثلا اهي 4، تكتب بقى الدالة بتاعتك 4 على 9، هتعمل التكامل اهوت، تقوم كاتب جوه بقى 4 على 9 كسر، يعني انت عندك زرار الكسر طبعا موجود اهوت، تقوم كاتب 4 على 9، وتقوم كاتب بقى الصاد ديت اللي هي الفا والزرار بتاعنا اللي هو الاكس مثلا، اي رمز تاني، وتشتغل عادي على الآلة وتطلع الناتج اللي هتطلعها على طول. هنعملها بعد ما نخلصها بس بإيدينا كده الأول إن شاء الله، ونحلها على الآلة برضه عشان تكونوا فاهمين. تمام، تعالوا بقى نكمل التكامل بتاعنا. هنا ناقص أهي 8 على 6 في 3 ب6 ستة ربيع زائد 4 ص، والحدود من 0 ل 3، عوض مرة ب3 ومرة ب0 وترحب من بعض، يبقى الباي زي ما هي. هنا 3 تركبها ب27، 27 على 27 فيها الواحد فيتبقى 4، ناقص 3 تكعيب، يعني هي تبقى 8 على 6 في 3 تربيع اللي هي ب9 يعني يا ولاد، زائد 3 في 4 ب12، يعني باي في 4 ناقص 8 في 9 ب72 على 6 زائد 12، 72 على 6 فيها 12، 12 هتروح مع 12 لأن دي سالب، فيطلع الناتج معانا 4 باي 1 مكعبة. ماشي، تعالوا نعملها على الآلة برضو كده عشان اللي مش فاهم. هنيجي عند الدالة بتاعتنا دي ونسيب الباي هنا نكتبها، معندناش دعوة بالباي. فتعمل التكامل بتاعك كده، زود التكامل اهو بهدوء خالص، التكامل من 0 لحد 3، وبعدين تكتب ايه الدالة بتاعتك، تبقى 4 على 9، تعمل كسر كده 4 وتنزل تحت 9، وتعمل زرار الالفا اكس مثلا، اي متغير يعني اكس او واي مفيش مشكله، لان هنعمل اكس لان الداله بالنسبه لاكس. ماشي، فما تعملش واي خلاص، لان دي دلتا اكس، دي اكس شايف، دي اكس لازم تخليها اكس يعني. ماشي، هنا اكس تربيع، وبعدين نتحرك كده بعد كده ناقص 8 على 3، بعد ناقص 8 على 3 تعمل برضو الفا وزر اكس. ماشي، وبعد كده تقوم كاتب ايه زائد 4، الآلة هتطلع الناتج، استنى شوية كده على الآلة، طلعت ب4 اهيت يا ولاد، وتقوم كاتب باي اللي معاك، فطلعت ب4 باي. فهمنا المسألة؟ كانت مسألة طويلة وفيها شغل وعايزة فهم. خلاص، ذاكروا الامتحان كويس يا شباب، وربنا يوفقكم دايما كده والتوفيق دايما، لازم المسائل دي تاخدوا بالكم منها يا شباب. ماشي، وان شاء الله نكمل بقية المسائل، ودعواتكم دايما كده بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.